عرفش منين جا الخلاف صراحة. انا ما دائما من اول سؤال تسوني انا براسي كنت كنقول شنو واقع، لدرجه كنت كنحاول نكونتاكتيها باش نعرف شنو هو الخلاف اللي انا ما عرفاش شنو هو. وبقى هكا كلشي كيقول لك كاين خلاف كاين خلاف، كنقول لهم الله يهديكم انا راه ما عندي حتى شي خلاف لا معها لا مع غيرها. وانا مازال كنقول راه والله ما كاين شي خلاف، وهذا سبب زعما هذا كيفاش كيقولوا لي هذا راه سبب مقنع انني راه ما عنديش معاه خلاف. شي واحد عندك معاه خلاف ما تقدريش تغني لي اغاني، ما تقدريش تشكري لي تشكريه، ما غتقدريش تدعي معاه، يعني ما عرفتش صراحه من جا الخلاف. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني لاشين يوتيوب.